بونجور جو سلام تو الموند ميزان زابون ان شاء الله تكونوا كاع بيان. يراه جديد في القناة مرحبا به. اليوم فيديو جديد ومهم جدا لكل شخص يريد الهجرة الى مقاطعة كيبك. في هذا الفيديو سأشرح لكم كل خطوات التسجيل والتقديم في برنامج أريما. هنا يمكنك التسجيل لوحدك، لن تحتاج الى محامي هجرة او الى مكتب، لن تدفع اي مال مقابل التسجيل والتقديم في هذا البرنامج. إذا متابعة كاملة للفيديو لمعرفة جميع تفاصيل موضوع اليوم. سأبدأ الشرح ميزاني. يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لأريما. هذا هو الموقع الرسمي، سأترك لكم الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. إذن فيديو اليوم سأشرح لكم كل خطوات التسجيل والتقديم في موقع أريما للهجرة إلى مقاطعة كيبك. فقط متابعة كاملة للفيديو لأن جميع الخطوات مرتبطة فيما بينها. إذا مشاهدة كاملة للفيديو لمعرفة جميع تفاصيل موضوع اليوم المهم جدا. أولا من أجل التقديم في هذا البرنامج يجب أن يكون لديكم حساب خاص في برنامج أريما. هنا سوف أشرح لكم طريقة إنشاء والتسجيل من أجل فتح حساب جديد في برنامج أريما في الموقع الرسمي. هنا أيضا نضغط على هذه الخانة أكسيدي أريما لإنشاء حساب جديد. نضغط هنا أكسيدي أريما، تخرج لكم هذه الصفحة كما تشاهدون هنا. Vous êtes maintenant dans la salle d'attente virtuelle. هنا لدينا شخصين فقط سبقونا ودخلوا إلى موقع هذا البرنامج. سوف ندخل إلى الموقع بعد لحظات. ثم تخرج لكم هذه الصفحة كما تشاهدون. Toute personne désire utiliser le service d'Arima doit. هنا من أجل التقديم لهذا البرنامج لدينا ثلاث خطوات: Créer un compte، إنشاء حساب، Compléter son profil، مد استمارة برنامج أريما بجميع المعلومات الخاصة بنا. هنا Sélection le service désiré، هنا سوف نختار Déclaration d'intérêt أريما. هنا لإنشاء الحساب نضغط هنا Pour utiliser le service en ligne أريما، نضغط في هذه الخانة. ثم تخرج لكم هذه الصفحة. هنا سوف نقوم بإنشاء حساب. فقط هنا سوف أقوم بإنشاء حساب افتراضي، مثال فقط. سأنشئ حساب خاص بي من أجل أن أشرح لكم طريقة إنشاء الحساب. فقط أنتم ملاحظة عند إنشاء الحساب املأوا المعلومات الصحيحة الخاصة بكم. هنا لإنشاء الحساب نضغط هنا Créer un compte. ثم تظهر لنا هذه الصفحة Voyez fournir les renseignements suivants. هنا سوف أقوم بإنشاء حساب خاص بي كمثال للشرح. لديكم البريد الإلكتروني الخاص بكم وتنشئون الحساب. هنا فقط ملاحظة عند إنشاء البريد الإلكتروني الخاص بكم وإنشاء المود باس تضغطون هنا أولا Demande un compte de verification. إذن سوف أقوم بإنشاء الحساب وسوف أعود بعد قليل لتكملة الشرح معكم.
إذن وضعت البريد الإلكتروني الخاص بي، وأيضا قمت بإنشاء موت باس رقم سري جديد في هذا الموقع، وهنا تؤكدون الموت باس الرقم السري الخاص بكم. هنا كما تشاهدون لا يمكننا الضغط الآن على هذه الخانة مان سكرير، هنا يجب أولا أن نضغط على هذه الخانة دوموندي ان كود دو فيريفيكاسيون كما قلت سابقا. إذا سأضغط هنا دوموندي ان كود دو فيريفيكاسيون. إذا أنا في جيميل الخاص بيا كود دو فيريفيكاسيون دو لادريس ميشيل زري دو كونت مينستر دو ميغراسيون دو فرونسيسياسيون اي دو لانتيغراسيون كوباك. هنا وصلني هذا الكود من أجل تأكيد الحساب الخاص بيا من الموقع الرسمي لحكومة كوباك. ندير كوبي ثم أعود إلى موقع برنامج أريما. عدت إلى برنامج أو موقع برنامج أريما لتكملة إنشاء الحساب. هنا يطلبون مني وضع الكود، سأضع الكود هنا. ثم أضغط على فاليدي لو كود. هنا وضعت الكود هنا كوبي كولي وتم تأكيد الحساب. هنا سأضغط إلى من سكرير لمواصلة باقي الخطوات. تعودون إلى الصفحة الأولى كما تشاهدون، تنتظرون وصول دوركم من أجل الدخول إلى الموقع مرة ثانية من أجل الدخول إلى حسابي الخاص. سأعود الدخول إلى الحساب الخاص بي. هنا سأدخل البريد الإلكتروني الخاص بي والموت باس الذي قمت بإنشائه سابقا، ثم أضغط على سو كونيكتي. ننتظر تحميل الصفحة. تخرج هذه الصفحة كونديسيون دو تيليزاتور دو بروفيل أريما. هنا سوف نقبل هذه الشروط بالضغط على هذه الخانة وهذه الخانة. جي لو جاكسبت كونديسيون دو تيليزاتور دو بروفيل انونسي سي دوسو. جي لو جاكسبت كونديسيون دو تيليزاتور جينيرال. هنا ثم نضغط على سويفون. ثم تخرج لنا هذه الصفحة. بور كري فوتر بروفيل فو دوفي رومبلير لي دو سيكسيون سويفونت ليدونتيتي لي كوردوني. هنا تكتبون الاسم او اللقب كما هو موجود في جواز السفر. مثلا اكتب كمثال فقط فاطاني. هنا ابخينو الاسم كما هو موجود في الباسبور جواز السفر. مثلا سمير، هذا مثال فقط للشرح. سكس ماسكولا. هنا تبدأون بالسنة ثم الشهر ثم اليوم. 1988 لو 10 أكتوبر لو 06 مثلا. نافي دو نيسونس ألجيري، بي أو تريتوار دو نيسونس ألجيري مع البريد الإلكتروني الخاص بكم. ثم تضغطون على سويفون. تخرج هذه الصفحة لي كوردوني. هنا تكتبون العنوان الخاص بكم. هنا بي او تيريتوار، هنا الجزائر الجيري، بروفانس او ليطا الجي، لافيل الجي. مثال فقط. كود بوستال دي ميل فيس. هنا رقم الهاتف الخاص بكم. هنا رقم الهاتف الخاص بكم في العمل. ثم نضغط على كري مون بروفيل. هنا تخرج لكم هذه الخانة. لدينا نيميرو دو دوسي، ستاتو دو دوسي، دات ليميت بور سوميتر لو دوسي. لدي حتى لو 18 جانفي 2023 من أجل إرسال ما ديكلاراسيون دانتيري. هنا الاسم واللقب مستعار فقط كمثال. هنا كما تشاهدون كوردوني يجب أن تكون الخانة خضراء. يجب جميع هذه الخانات يجب أن تصبح خضراء بعد ملئها.
لدينا هنا رونسونيمون بيرسونال، لدينا سيتواسيون فاميليال، هنا سيلباتير وبيان ماري وبيان ديفورسي، هنا سكولاريتي، مستوى تعليمي، باركور بروفيسيونال، هنا الخبرة المهنية، لوفر دون بروفا فاليد بار لو مينيستر، كونيسونس لينغويستيك ان فرونسي، كونيسونس لينغويستيك ان انجلي، هنا هذه خانة جديدة كونستومون. إذا سأشرح لكم كيفية ملء هذه الخانات. هذه مرحلة مهمة جدا، لا ديكلاراسيون دانتيري اريما، نضغط هنا ريدونتيفيون، هنا نفس المعلومات السابقة، هنا فقط تضيفون الجنسية الجيري. هنا في الخانة الثانية ليست إجبارية، هنا المعلومات الخاصة بالباسبور، نيميرو دو باسبور، هذا مثال فقط للشرح. هنا بي توجور الجيري، هنا افيفو ديجا اوبتينو نيميرو دو ريفيرونس انديفيدوال اوبخي دو ميستر دو ليميغراسيون دو لا فرانسيسياسيون اي دو لانتيغراسيون، هنا الاجابة نو. Avez-vous déjà un numéro de dossier auprès d'immigration réfugiés TNT Canada en Algérie? Aidan, non. هنا كما تشاهدون رونسينيمون بيرسونال اصبحت خضراء. هنا لدينا سيتواسيون فاميلي. هنا إتا هذه مسيون أكتويل، هنا لدينا سيليباتير ماري كونجوا دو في ديفورسي، أنا سيليباتير عازب. أفي فو دي زونفون كي فو أكومبلي دون فوتخ بروجي ديميغراسيون؟ نو. هنا سيتواسيون فاميليال أصبحت الخانة خضراء كما تشاهدون هنا. لدينا سكولاريتي، هنا أفي فو أن ديبلوم سوبيريور أو زيتود بريمير، هنا الإجابة نعم. Avez-vous une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec émises auprès le 31 janvier 2013؟ هنا لا، نو. هنا في ديكلاراسيون، عند إنشاء ديكلاراسيون دانتيري في أريما لا تحتاجون إلى معادلة الشواهد واس، هنا معادلة الشواهد مطلوبة فقط في الأونتري إكسبريس، في أريما غير مطلوبة. هنا تضغطون على أجوتي ان ديبلوم، مثلا يمكنكم اضافة البكالوريا، الدبلوم الخاص بشهادة البكالوريا، ثم اضافة ليسونس، ثم الماستر. مثلا اضيف الماستر كمثال، نضغط هنا سويفون، بي توريتوار دائما الجيري، سويفون. هنا إتيود كومونسي لو، هنا بداية الدراسة، مثلا ندير 2009-10 أو بيان سبتمبر مثلا 09، ندير لو جور لو 10 باردون 10. هنا إتيود ريسيت لو، مثلا تحصلت على شهادة الماستر، ماستر 2 ديبلوم مثلا 2011 كمثال فقط 09 20. سويفون، هنا البحث عن نوعية الماستر تخصص، فقط هنا بالضغط على ماستر تضغط على ريشيرشي. هنا مثلا إذا لم يخرج التخصص الخاص بكم تضغطون على كونسيلتي دو لاد. هنا كمثال أختار مثلا ماستر ديبلوم، ديبلوم تينو تيرم دوز دريز أني تيتيد بخيمة سوكندا سانكو، مثلا أختار هذا الماستر كمثال، سيليكسيوني. هنا voyez inscrire au plusieurs qui composent le nom de l'autorité émettrice de votre. هنا من أين تحصلت على هذا الماستر؟
مثلا نديرو يونيفرسيتي دو تي زي وزو كمثال، نضغط على ريشيرشي، نختار هذه سيليكسيوني. هنا لدينا inscrire ou plusieurs mots qui indiquent le domaine de formation associé à votre diplôme. On a domaine de formation, مثلاً génie, كمثال génie mécanique, mécanique, مثال فقط نطلع recherche. On a génie mécanique spécialité énergie. مثلا نختار هذه، مثلا نضغط على سيليكسيوني، هذه هي المعلومات الخاصة بالماستر كمثال، ثم نضغط على فاليتي. كما تشاهدون هنا، هنا يمكنكم إضافة دبلومات أخرى بالضغط على أجوتي أن دبلوم. Est-ce que un ordre professionnel du Québec entre organismes de règlement du Québec vous a reconnu une équivalence complète diplôme ou de formation? On a la non. On a la scolarité أصبحت خضراء كما تشاهدون هنا. ثم نضغط على باركور بروفيسيونال الخبرة المهنية. هذه الخانة. Cliquez sur le bouton Ajouter pour décrire votre parcours professionnel des 5 dernières années. On va ajouter. On a tarikh bidayat l'amal, tarikh nihayat l'amal. On a ta'maluna da'iman fi hadha l'amal. Mathalan tarikh bidayat l'amal. Kamithal 2010 6 ou bien 0 6 10. هنا مثلا أضغط على هذه الخانة، أنا دائما أعمل في هذه المهنة. هنا يجب اختيار هذه طرفي الطون بلان تيب دومبلون. هنا سالاري انتربرونور ترافايور اوتونوم امبلوا ا كوميسيون، مثلا سالاري تيتر مثلا ميكانيسيان كمثال، نو دو لونتربريز، هنا اسم الشركة التي تعملون فيها مثلا اوتو موبيل، مثلا بي ام، مثال فقط للشرح. اتفو بروبيرتي دو لونتربريز، هل تملكون هذه الشركة أو تعملون فقط عند صاحب شركة؟ مثلا لا أملك هذه الشركة. تريتوار هنا ألجيري، بروفانس ألجي، نومبر مويون دور ترافير بور سيمان. هنا يجب كتابة 48 ساعة. كود كلافيكاسيون ناسيونال دو بروفيسيون، هنا السي ام بي، السي ام بي الخاص بهذه المهنة. هنا سأترك لكم رابط فيديو قمت بشرح كيفية البحث عن السي ام بي الخاص بكم، ستجدون رابط الفيديو مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. مثلا السي ام بي مثال فقط 42 51، مثلا كمثال هنا ابيلاسيون كود نتخوفي، مثال فقط ندير مثلا 41، مثال فقط 41 51 لاجتياز هذه الخانة. هذا مثال فقط، كونفيرمي. كما تشاهدون باركور بروفيسيونال أصبحت الخانة خضراء.
هنا خانة لوفر دومبل فاليد بار لو مينيستر، سأقوم بملئها. افيفو نفخ دومبل فاليد بار لو مينيستر، هنا الأشخاص الذين تحصلوا على عرض عمل يختارون وي، والأشخاص الذين متحصلوا على عرض عمل يختارون نو. أنا لم أتحصل على عرض عمل، إذا أختار إجابة نو. هنا خانة لوفر دومبل فاليد بار لو مينيستر أصبحت خضراء كما تشاهدون. هنا سنملأ الكونسيونس لينغويستيك أون فرونسي. هنا إذ اجتزتم الامتحان تضغطون على وي، إذ لم تجتازوا الامتحان تضغطون على نو. مثلا أنا اجتزت الامتحان أضغط على وي، نضغط على أجوتي. هنا لدينا تيتر دو ديبلوم أو دو تيست، هذه هي الامتحانات المقبولة في أريما. لدينا التي سي اف اس او تيفاك، لدينا التي اف كندا، دلف A1، دلف A2، دلف B1، دلف B2، دلف C1. مثلا نختار التي سي اف اس او. هنا نيميرو دو كونديدا او لاتيستاسيون، هنا نيميرو لاتيستاسيون، هنا تاريخ اجتياز امتحان اللغة الفرنسية التي سي اف. هنا السونتر أغري، مثلا ألجي، كونستانتين، عنابة، أورون، تلمسان. هنا لا فيل، مثلا ألجي، البي ألجيري. هنا نتيجة الامتحان، تكتبون فقط الإكسبريسيون أورال، تكتبون الكومبريونسيون أورال. مثلا لدينا بي أ بي دو، هنا البي أ أيضا يمكنكم الحصول على النقاط. مثلا هنا البي دو ليكسبريسيون اكريت وليكسبريسيون الكومبريهنسيون اكريت باردون. لم نجتاز هذين الامتحان، تضغطون هنا في هذه الخانة، في هذه الخانة، ثم نضغط على كونفيرمي لتأكيد المعلومات الخاصة بامتحان اللغة الفرنسية دي سي اف اس او. هنا اضغط على انولي ثم وي. انا اختار بانني لم اجتاز الامتحان، اضغط على نو. كما تشاهدون خانة الكونيسونس لينغويستيك اون فرونسي اصبحت خضراء. هنا نملأ خانة الكونيسونس لينغويستيك اون انجلي. هنا انا اضغط نو، لم اجتز هذا الامتحان، امتحان اللغة الانجليزية الالتياس، وهو ليس اجباري في برنامج اريما، فقط يمكنكم اجتياز هذا الامتحان لاضافة النقاط. هنا كونستمون، نضغط هنا بورتاي امبلوايور خاص بزومبلوايور، هنا نختار وي. سويفو انتيريسي اوبن امبلوان كيبيك كوم ترافي اتخونجي تمبر، نضغط على وي. ميسيون دو ريكروتمون اتخونجي، هنا ايضا جوتريج لو ميستر دو كومونيكا افيك موا بور لي ريزون مونسيون سو دو سو، نضغط وي. جوتريج لو ميستر دو كومونيكا افيك موا بور لي ريزون مونسيون سو دو سو، نضغط على وي ثم نضغط على اونجستري. كما تشاهدون أصبحت الخانة كونستومون خضراء، إذا جميع الخانات خضراء. هنا يمكنكم مشاهدة كل المعلومات بالضغط هنا. ريكابيتولاتيف دو دوسي، هذه هي المعلومات التي ملأتها. لدينا نيميرون دو دوسي، داتو دي بون دو ديكلاراسيون دانتيري، هذه هي المعلومات التي ملأتها سابقا، يجب التأكد منها بأنها صحيحة قبل إرسال لديكلاراسيون دانتيري الخاصة بكم. بعد التأكد بأن جميع المعلومات التي قمنا بملئها في هذه الخانات وجميع الخانات خضراء، نضغط على سوماتر. هنا نضغط على سويفون. انجيري انجيري، نضغط على سويفون، تضغطون على هذه الخانة. هنا لافيل، الجي،
مثلا الجي هنا تيريتوار الجيري هنا افيفو بارتيسيبي اون سيونس دانفورماسيون سور لو كيباك اون اكتيفيتي ريكروتمون جورني كيباك هنا الإجابة لا نو ثم تضغطون على سوماتر لإرسال فوتر ديكلاراسيون دانتيري أريما هنا سوف تصلكم رسالة في الكونت الخاص بكم ديكلاراسيون دانتيري أريما بأن طلبكم للهجرة إلى مقاطعة كيبك وصل إلى المينيستر دي ميغراسيون وسيقومون بدراسة الملف والطلب الخاص بكم هذا كل شيء فيما يخص موضوع اليوم أتمنى أنكم استفدتم من شرح هذا الموضوع أخوتي ما تنسوش ديروا النجام بارتاج اشتراك في القناة لكل شخص جديد إذن بون شانس أتوس ميرسي على بروشان فيديو إن شاء الله